بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 46 في أساليب القرآن وفنون البليغة، في الأسلوب 43 قاعدة فيما يتعلق بالسؤال والجواب. وكنا بالأمس ذكرنا أن الأصل في الجواب أن يكون مشاكلا للسؤال، يعني سألت بجملة فعلية يجي الإجابة جملة فعلية، سألت بجملة اسمية تيجي الإجابة جملة اسمية، إلا أنها على بالرغم أنها قاعدة إلا أن كل قاعدة لها إيه؟ لا شواذ، أحيانا تخالف. وإدانا أمثلة ووقفنا على قوله إيه بيعلق ابن الزملكاني في قوله لما تسأل من قام فتقول زيد، كويس، فزيد بقى نعربها ايه؟ نعربها مبتدا يعني زيد قام، ولا نعربها فاعل لفعل محذوف قام زيد، على اعتبار ان السؤال بجمله فعليه، فهمت؟ اختلف النحويين فيه. لما تقول ايه من قام قلت زيد بس، طب زيد دي بقى ايه اعربها؟ فايه يقول لك على قاعده ان ايه اذا كان السؤال جمله فعليه تبقى دي جملة فعلية، وتبقى زي دي فاعل لفعل محذوف، واضح؟ ولو قلنا ان من قام زيد ومن ده اسم موصول، يبقى الجملة كلها جملة اسمية في صورة سؤال، ويبقى زيد هنا مبتدأ، زيد قام وخلاص، ليه تعمل لي مشاكل وتقول لي نخليها فعل لفعل فاعل لفعل محذوف، فاهم؟ وجهات نظر يعني، علماء النحو دول ايه لا يزالون مختلفين إلا من رحم رب، يعني أكثر ناس تختلف في الإعراب هم علماء النحو، وما زالوا متخانقين لحد دلوقتي، وإيه والخناقة ما تفضتش، فهم؟ خش كده في إعراب القرآن تخش آراء في آية واحدة تلاقي آراء لا نهاية له، سبحان الله، ليه؟ دليل سعة اللغة. وبعدين كل إعراب يديك معنى جديد، ده يخليها لك مبتدأ تديك معنى، يخليها لك فعل يديك معنى تاني، يخليها لك مثلا ايه صفة للفعل المحذوف، يعني كل واحد يديك لمحة، والقرآن لا تنتهي عجائبه. حير البلغاء، فهمت؟ القرآن حير البلغاء. فبيقول لك ايه ابن الزملكاني في البرهان على كلمة ايه من قام تقول زيد، بيعلق بقى على الحتة دي. أطلق النحويون القول بأن زيدا فاعل إذا قلت زيد بس في جواب من قام، على تقدير قام زيد، ويبقى الفعل محذوف. وعرفنا الفعل منين؟ من السؤال، مش كده برضو؟ والذي يوجبه جماعة علم البيان أنه مبتدأ. جماعة علماء بقى، مش النحو، مش علماء النحو، علماء البيان قال لك لا ده مبتدأ. ما انت بتقول من قام زيد، من ده مش اسم موصول، واسم الموصول تبقى دي جملة اسمية، ويبقى زيد مبتدأ، ليه تلف لي وتعمل لي؟ فهمت بقى ازاي؟ يبقى علماء البيان نظروا للجملة على بعضها، فهمت؟ أنه مبتدأ لوجهين، أولهما أنه مطابق للجملة التي هي جواب الجملة المسؤول بها في الإسمية، كما وقع التطابق في قوله تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم في الجملة الفعلية، فقالوا إيه خيرا، خيرا ده إيه منصوب مقول القول، مش كده برضو؟ كأنه بالضبط طالما أجاب بمنصوب، والمنصوب لابد أن يكون له ناصب، يبقى الفعل، فهمت؟ وإنما لم يقع التطابق في قوله تعالى بقى ماذا أنزل ربكم قالوا
أساطير الأولين. هذا خلان ممكن بس مش عارف أتكلم. إيه رأيك؟ يمكن يطلعوا لنا ميكروفون نحطه أي جنب اللوز كده. ممكن يمكن ما هو العلم بيتقدم، نعمل إيه؟ ربنا ادي احنا قاعدين مستنيين هيعملوا لنا ايه في العلم. يا الله يا كريم. وانما لم يقع التطابق في قوله تعالى ماذا انزل ربكم، قالوا اساطير الاولين، ما قالوش قالوا انزل اساطير الاولين، قالوا اساطير الاولين على طول، لانهم لو تابقوا لكانوا مقرين بالانزال، وهم من الإذعان به على تفاوت. علشان كده ما قالوش إيه أنزل، قالوا أنزل أساطير الأولين، قالوا أساطير الأولين علشان هم مش مقرين بالإنزال أصلا. واضح؟ الثاني أن اللبس لم يقع عند السائل إلا في من فعل الفعل. هو أنت ما بتقول من قام زيد، اللبس في مين؟ في اللي قام بالفعل، مش في فعل القيام. اللبس في اللي قام بالفعل مش في فعل القيام نفسه. فهمت؟ أن اللبس لم يقع عند السائل إلا في من فعل الفعل، فوجب أن يقدم الفاعل. تقوم تقول له الحاجة اللي فيها اللبس، تقول له زيد على طول كده، لأن هو مش بيسأل على فعل القيام، هو بيسأل على القامة بفعل القيام، فتروح مديله إيه اللي عايزه بسرعة. فهمت بقى؟ لأن البلاغة أنك أنت إيه تدي المعنى من أكثر طريق. البلاغة انك تدي المعنى ايه من اقصر طريق. عشان كده انا ما بيعجبنيش كتير في 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 ساعات في اذاعة القرآن الكريم يقول لك ايه ايه اجابة على ايه، اجابة على اسئلة المفتين، اسألوا اهل الذكر. في برنامج اسمه اسألوا اهل الذكر، يجي واحد مثلا يسأل سؤال يقول مات ابي وترك اختين واخ وزوجة، ما هو تقسيم الارث؟ الإجابة المفروض تقول له على طول، لا يجي لك بقى اللي بيجاوب. علم الإرث علم عظيم، وربنا سبحانه وتعالى بينه في سورة النساء في أكثر من آية، وأنه اختلف الفقهاء في بعض الفروع التي متعلقة به، ويقول لك مقدمة لدرجة تنسى السؤال، وبعد ده كله يروح مجاوب له السؤال، يكون الراجل التاني اللي سأل السؤال نام. فهم؟ وده غلط، مش من البلاغة بقى. البلاغة سئلت السؤال تجاوب الأول، بعد كده عايز تقول مقدمة تزييل قولها بعد ما تجاوب. فهمت؟ زي واحد يقول لك أجيب لك تاكل، تقول له أصلا النهاردة على فكرة صحيت الصبح بدري ورحت شغلي ولفيت وأنا ماشي كده كلت سندوتش طعمية، وبعدين إيه قابلت واحد صاحبي واسكت وأنا راكب العربية الكاوتش نام وقعد. يا عم أنا بقول لك تاكل دلوقتي ولا لا، إيه أنت عايز تعمل لي؟ وفي الاخر بعد ما اقول لك القصه دي كلها اقول لك اه مفيش مانع اكل. ده كلام بقى ممل. فهمت ازاي؟ يعني الطريقه دي اسمها طريقه ممله في الكلام. يبقى علشان تبقى راجل غير ممل في الكلام تقوم ايه تدي المعنى من اقصر طريق، بعد كده عايز تفصل فصل بعد ما بس الاول ادي المعنى من اقصر طريق، بحيث لو واحد سمع ومشي مش هيفوته حاجه كتير. واضح؟ لا يعارض يا سيدي بقصه سيدنا يوسف، لا هو سيدنا يوسف اولا هم كانوا بيألفوا المنام ما كانوش شافوا، ده هم بيختبروه، علشان هم بيختبروه قال لهم انتوا بتختبروني، طب ده انا عارف كل حاجه بقى، ده انا اعرف اقول لك هتاكل قبل ايه، لان هو كان سؤالهم اختبار مش منام شافوه. فهمت؟ وعلشان كده لما ادعوا هذا وأوله لهم على ادعائهم ربنا حقق الدعاء، فواحد منهم اتقتل والتاني طلع براء. فهم؟ دي قضية تانية، موضوع سيدنا يوسف، لأن كان في مقدمة أخرى سيدنا يوسف كان عايشها معاهم، إن هو جايين بيسألوه سؤال تعنت. واضح؟ ممكن القصد هي عصاية توقع عليه. لا دي ما هو دي ما هو قال هي عصاية على طول، قال هي عصاية، ما تلك بناك موسى؟ قال هي عصاية، وبعد كده بقى يفصل. فهمت الخلاصه؟ يعني انك انت تعلم ازاي الادب في الكلام. موضوع خطبه الجمعه هتتكلم عن الامانه، يبقى خش الاول قول الامانه واحكامها والايات المتعلقه بالاحاديث المتعلقه بها، بعد كده بقى فصل زي ما انت عايز.
هات قصص بقى من ايه، من الصالحين ازاي كان عندهم امانة، وهات قصص. لكن ايه، فلازم كل انسان، المدرس في الفصل هيدرس مثلا مادة معينة، موضوع معين، يخش فيه بسرعة قبل ما الطالب يفقد ايه، يفقد تركيزه وانتباهه، لانه بعد شوية هيمل. تدي له مقدمة، فدي دي مهمة جدا في ايه، في الحوار بين الناس عشان يفهموا بسرعة، فهمت؟ لكن انت ساعات تقعد تناقش واحد وهابي ولا بتاع، يدخلك في 100 موضوع قبل ما تجاوبه إجابة السؤال ده، هم يدخلك في موضوع 100 موضوع. يقول لك مثلا ايه رأيك في زيارة الاولياء، تقول لهم ايه الاولياء اللي ماتوا يعني، ولا الاولياء الاحياء؟ يقول لك لا اللي ماتوا. اقول له اه يجوز، النبي كان يزير الموتى. يقول لك يعني بيعجبك يعني اللي بيبوس التقبيل؟ مش الوقت انت بتسألني على اللي بيبوس ولا اللي ايه، ولا اللي بيزور؟ شغل ايه؟ شغب، شغل شغب، وفي الاخر ما يوصلش لحاجه، واخد بالك ازاي؟ فده اسمه شغب. لكن العلماء لا، عايزين يجيب لك الاجابه من اقصى الطريق، فهمت بقى ازاي؟ فناخد بالنا من الحكايه دي علشان تبقاش ممل مع الناس، والا الناس هتزهق تقعد معاك. فهنا بيقول لك ايه، يبقى ان اللبس لم يقع عند السائل الا في من فعل الفعل، فوجب ان يقدم الفاعل في المعنى، لانه هو بيسال عن الفاعل مش عن الفعل، فما تكررش الفعل بقى. من قام؟ تقول زيد على طول، انما قام زيد. طب ما انت جبت كلمه ملهاش لازمه، فهمت؟ لانه متعلق بغرض السائل، واما الفعل فمعلوم عنده ولا حاجه الى السؤال عنه، فحري ان يقع في الاخرى التي هي محل التكملات والفضلات. وكذلك لما يقول لك مثلا أزيد قام أم عمرو، الجواب تقول زيد قام، تبتدي بالإيه، باللئام، فاهم؟ لأنه هو عايز يحدد واحد من الاثنين، السؤال بيحدد واحد من الاثنين، القيام مشترك بين الاثنين، لكن هو عايز يرجح أيهما قام، يبقى تتكلم تجيب الاسم الأول، فهمت بقى الطريقة؟ فتقول ايه، زيد قام او عمرو قام، فالوجه ايه، ازيد قام ام عمرو، فالوجه في جوابي ان تقول زيد قام او عمرو قام، يعني اللي قام تقوله الاول. وقد اشكل على هذه القاعده قوله تعالى حكايه عن سيدنا ابراهيم عليه السلام في جوابه، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ هما بيسالوا هنا عن الفاعل مش عن الفعل، فهو جاوب بالفعل، قال بل فعله. اه جاي لك خلاف، يبقى هنا في تكه لغويه معنى تاني، لانه على خلاف المتوقع، والقران فصيح. يبقى ليه سيدنا ابراهيم ايه وهو بيسال عن اللي فاعل، الفاعل قدم الفعل، قال بل فعله، فهمت ازاي؟ ما كان يقول كبيرهم هذا فعله، لو احنا ماشيين على القاعده مش كده برضو؟ لا، هنا قال بل فعله كبيرهم هذا. نجاوب ازاي بقى؟ هنقعد نجاوب فيها صفحة، العلماء هيقعدوا يشرحوا لك ليه قال كده في صفحة. يا عم مصحصح؟ اجيب لك كوباية شاي؟ طيب على الله تصحصح. يعني هو المقصد من المناقشات في النحو وفي علم البيان ايه؟ اننا نفهم القرآن، هو ده الهدف. وبالتالي دراسة مثل هذه العلوم دراسة عبادة، لأنها تؤدي إلى فهم القرآن فهم صحيح، وفهم السنة النبوية فهم صحيح. يبقى أنت كده مش قاعد بتضيع وقتك، حصة النحو دي حصة عبادة، حصة علم البيان دي حصة عبادة، حصة علم المنطق عشان ترتب تفكيرك دي عبادة، فهمت إزاي؟ فكل ده، كل العلوم دي نشأت حوالين القرآن والسنة إيه؟ أدوات لفهمها، فهمت إزاي؟ اللي اختصر الأدوات دي وما درسهاش ودخل على القرآن والسنة على طول ويقول لك الدليل، زي الوهابية بيستنبطوا أحكام غريبة الشكل أبعد ما تكون عن روح الدين، فهمت؟ فعلشان كده لازم الأول تتعلم أدوات الفهم قبل ما تسأل عن الدليل. يا بتاع الدليل، يقول لك الدليل وهو أصلا ما يعرفش قواعد، ما قراش الأجرومية حتى في علم النحو اللي هي أصغر كتاب في علم النحو، هقول لك دليل إيه وأنت ما تعرفش؟ زي بالظبط المريض اللي هو ما يعرفش حاجة في علم الأدوية ولا علم الأمراض، الدكتور يكتب له الروجيتا يقول له ايه الدليل ان الدواء ده هيبقى مناسب ليا؟ طب بالنسبه لو قال للدكتور كده هيعمل له ايه؟ هيروح ماسك الروجيتا قاطعها ويقول له خد الكشف بتاعك وروح، مع السلامه، ما تقوليش العياده تاني، فهمت ازاي؟ هو بيعملوا كده مع العلماء،
والعلماء ما بيعملوش معاهم كده، بيصبروا عليهم عشان تعرف ان العلماء برضو ايه عندهم تواضع. لكن اعمل كده مع طبيب الفرق هيكرشك من العيادة ويديك الكشف ويقولك ما تجيليش تاني هنا، روح تعالج في اي حتة تانية، روح عالج نفسك، خدت بالك؟ ويقفل معاك ليه؟ عشان بتسأله ايه الدليل ان الدواء ده هيفيدني. عشان اقول لك الدليل، تقعد تدرس 7 سنين في كلية الطب، وبعدين تقعد تعمل 3 سنين تعمل ماجستير، وبعدين تقعد 5 سنين تعمل دكتوراه، يعني شغلانة طويلة قوي علشان تعرف الدليل. فاهم؟ نفس الحكاية، اللي يجي يقول لك ايه الدليل في الحكم بتاع، وهو اصلا لا حفظ قرآن ولا قرأ السنة ولا يعرف لغة ولا بيان، بعيد كل البعد عن ادراك الدليل. فما يصحش يسأل الدليل، يسأل العلماء، والعالم زي ما يقول له يقول له خلاص. لان ربنا بيقول ايه؟ ولو ردوه الى الرسول واولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى طالما انت ما عندكش الادوات تروح للرسول، الرسول مش موجود روح لاولي العلم، اولي العلم يقولوا لك تقول لهم حاضر بنص القران اهو، يبقى الدليل انك انت ان انا من اهل العلم، درست في الازهر 20 سنه. لما تقول لي ايه الدليل؟ الدليل العمه دي، هو ده الدليل. فهمت بقى ازاي؟ لكن للأسف جرأوا الناس العوام على العلماء، الوهابية جرأوا الناس العوام على العلماء، فانبنى على كده ايه؟ عدم احترام العالم وعدم السماع له والانقياد له، فعملوا لنا مشاكل كتير. فناخد بالنا يا سيدي. فهنا بقى ايه؟ احنا قلنا القاعدة ان لو بيسأل عن الفاعل تبتدي بالفاعل مش تبتدي بالفعل. فبيقولوا من فعل هذا بآلاتنا، بيسألوا عن الفاعل، أما هو ابتدى بالفعل، قال بل فعله كبير ماز. ليه بقى؟ ليه خالف القاعدة؟ فهمت؟ هنشوف هنا. فإن السؤال وقع عن الفاعل لا عن الفعل، ومع ذلك صدر الجواب بالفعل. صدر، حقه يقول إيه؟ صدر، حاطط فتحة، ففتحة مع شد أحلى، يبقى صدر يعني بدأ، صدر الجواب بالفعل، مع انهم لم يستفهموا عن كسر الاصنام، لان الاصنام هو شايفين الفعل نفسه مكسره قدامهم، مش بيسالوا على مين اللي عمل كده. فاهم؟ بل كان عن الشخص الكاسر له. والجواب ان ما بعد بل، هو قال بل فعله، خد بالك بل دي ليس بجواب للهمزه، فان بل لا يصلح ان يصدر به الكلام، ولان جواب الهمزه بنعم او بلى. فالجواب أن يجعل إخبارا فالوجه أن يجعل إخبارا مستأنفا، والجواب المحقق مقدر دل عليه سياق الكلام، ولو صرح به لقال ما فعلته بل فعله كبيرهم، وإنما اخترنا تقدير الجملة الفعلية على الجملة المعطوفة عليها في ذلك. فإن قلت يلزم على ما ذكرت أن يكون الخلف واقعا في الجملتين المعطوف عليها المقدرة والمعطوفة الملفوظ بها بعد بل، لان المعطوف عليها المقدره اللي هي ايه؟ اللي هي السؤال بيسالوا عن الفاعل، فالسؤال عن الفاعل تبقى ايه؟ الجمله مقدره اسميه، فجاءه بعد ذلك بجمله ملفوظ بها فعليه. قلت وانه لازم على ان يكون التقدير ما انا فعلته بل فعله كبيرهم هذا مع زيادته بالخلف عما افادته الجمله الاولى من التعريض، إذ منطقها نفي الفعل عن إبراهيم عليه السلام ومفهومها إثبات حصول التكسير من غيره. فإن قلت ولا بد من ذكر ما يكون مخلصا عن الخلف على كل حال، يعني إزاي نخلص عن الخلف على كل حال؟ إن سيدنا إبراهيم أجاب بخلاف الواقع، الكبيرهم هذا، والواقع اللي كسرهم سيدنا إبراهيم نفسه، فخالف فقال خلاف الواقع، والقول خلاف الواقع كذب، وسيدنا إبراهيم نبي والأنبياء ما تكذبش. فهمت؟ فهمت المحل النزاع؟ فالجواب من وجوه أحدها أن في التعريض مخلصا عن الكذب، لأنه عرض ألف عليهم كبيرهم هذا وشاور كده، ويقصد صباعه ده الكبير اللي مسك الأدوم، وشاور بصباعه الكبير على الصنم الكبير، هم افتكروا بيتكلم على الصنم الكبير وهو بيقصد ايده، يبقى هو ما كدبش في الحقيقه، لكن ايه؟ الاشاره جعلته يعرض لهم بايه؟ بتسفيه صنمهم اللي هو الكبير بتاعهم المعظم قوي ده. هو ده بقى، روحوا اسالوه لو كان يعرف يجاوب، كانه بيستهزئ بايه؟ بصنمهم.
يسموه ايه التعريض يعني. أن في التعريض مخلصا عن الكذب، ولم يكن قصده عليه السلام أن ينسب الفعل الصادر منه إلى الصنم حقيقة، بل قصده إثبات الفعل لنفسه عن طريق التعريض ليحصل غرضه من التبكيت. والتبكيت اللي هو إيه؟ إنك أنت تلوم إنسان مع استحقار ما فعل، يبقى بتبكته، يعني التبكيت لوم وزيادة، لوم مع تحقير، فهمت؟ ده يسميه بيبكته. المصريين يقولوا عليها ايه؟ مكان التبكيت باللغة المصرية العامية العادية بيوبخوا، فهم؟ توبيخ. فالتبكيت عند المصريين يسمي ايه؟ بالتوبيخ. وهو في ذلك مثبت معترف لنفسه بالفعل، وليس هذا من الكذب في شيء. والثاني انه غضب من تلك الاصنام غيرة لله تعالى، ولما كانوا لأكبرها أشد تعظيما كان منه أشد غضب، فحمله ذلك على تكسيرها، وذلك كل حامل للقوم على الأنف أن يعبدوه، فضلا عن أن يخصوه بزيادة التعظيم، ومنبه لهم على أن المتكسرة متمكن فيها الضعف والعجز، منادا علي بالفناء، منسلخ عن ربقة الدفع، فضلا عن إيصال الضرر والنفع. وما هذا سبيله حقيق أن ينظر إليه بعين التحقير للتوقير. والفعل ينسب إلى الحامل عليه كما ينسب إلى الفاعل والمفعول والمصدر والزمان والمكان والسبب، إذ للفعل بهذه الأمور تعلقات وملابسات يصح الإسناد إليه على وجه الاستعارة. الثالث أنه لما رأى عليه السلام منهم بادرة التعظيم الأكبر لكونه أكمل من باقي الأصنام، وعلم أن ما هذا شأن يصان أن يشترك معه من دونه في التبجيل والتكبير، حمله ذلك على تكسيرها، منبها لهم على أن الله أغير، وعلى تمحيق الأكبر أقدر، وحري أن يخص بالعبادة. فلما كان الكبير هو الحامل على تكسير الصغير صحت النسبة إليه على ما سلف. ولما تبين لهم الحق رجعوا لأنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون إذ وضعتم العبادة بغير موضعها. وذكر الشيخ عبد القاهر اللي هو الجرجاني أن السؤال إذا كان ملفوظا به فالأكثر ترك الفعل في الجواب والاقتصار على اسم وحده، وإن كان مضمرا. وذكر الشيخ عبد القاهر أن السؤال إذا كان ملفوظا به يعني بالفعل في السؤال يعني، فالأكثر ترك الفعل في الجواب والاقتصار على اسم وحده، وإن كان مضمرا الفعل مضمر فوجب التصريح بالفعل لضعف الدلالة عليه فتعين أن يلفظ به. وهو مشكل الكلام بتاع الجرجاني ده، يرد عليه حاجة خلاف اللي قاله. ليه بقى؟ لأن ربنا في قوله تعالى بيقول إيه؟ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. لو قريناها بالإيه؟ يسبح بقراءة فتح الباء، ودي قراءة إيه؟ غير متواترة. لكن القراءة الغير متواترة تصح لغة، هو بيتكلم على قراءة غير لأن القراءة المتواترة إيه؟ يسبح له بالغدو والأصال، والقراءة الثانية المتواترة إيه؟ تسبح بالتاء، تسبح دي قراءة مين؟ ابن عامر وشعبة. باقي القراء يروها يسبح، لكن ابن عامر الشامي وشعبة يراها تسبح، لكن هو عايز يجبالك بقى ايه على قراءة اللي هي الايه الغير متواترة اللي هي فيها ايه يسبح بالبناء للمفعول كده، يسبح في من قرأ بفتح الباء كأنه قيل. لما تقول يسبح بالبناء للمجهول كأنك انت عايز تعرف مين اللي بيعمل كده، لان الايه مبني المجهول فاعله، فكأنك انت عايز تعرف مين الفاعل لانه مجهول، فعشان كده قال ايه الرجال، فقيل يسبحه رجال. ونظيره ضرب زيد وعمر على بناء ضرب لايه للمفعول. نعم الاولى ذكر الفعل لما ذكر، وعليه يخرج كل ما ورد في القرآن من لفظ قال مفصولا غير منطوق به، نحو هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه
فقالوا سلاما. قال سلام، قال هم قال فقالوا سلاما منصوب على المفعولية، تاني قال قال سلام يعني ايه مرفوع على الابتداء والرفع اعلى من النصب، يبقى رد عليهم ايه احسن مما ايه تحية برد احلى مما ايه حيوا، اذا حيتم بتحية فردوا باحسن منها، هم حيوا بالمنصوب وهو حي رد عليهم بالمرفوع والمرفوع مقدم. فهمت يا سيدي؟ يعني كأنه بيقول قولي سلام، ويبقى سلام خبر لمبتدأ محذوف تقديره قولي سلام أو ردي سلام. فهمت؟ كأنه قيل فما قال لهم؟ قال ألا تأكلون؟ ولذلك قالوا لا تخف. وعلى هذه السياقة تخرج قصة سيدنا موسى عليه السلام في قول قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال إن جئت بآية إن جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. هو أي لكن حد من الصادقين، يعني يرد كله. وعلى هذا كل كلام جاء فيه لفظ قال هذا المجيء، غير أنه يكون في بعض المواضع أوضح، كقوله تعالى إنا أرسلنا إلى قوم، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. فإنه لا يخفى أنه جواب لقوله فما خطبكم أيها المرسلون. ومثل واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون اللي في سورة ياسين، إلى قوله اتبعوا من لا يسألكم أجرا. وكأن يعني بيقول لك إن كل ده يحمل على ما ذكر باللفظ القول مفصولا غير منطوق، أنه إيه ذكر الاسم لأنه كأنه بدأ بجملة مستأنفة. والله تعالى أعلى وأعلم. وكفاية عليكم النهاردة كده عشان انتم تستحملوش الزركشي كتير، بيتعبكم الزركشي ده. على أي حال إن شاء الله بكرة في فائدة في أن أقل الأمم سؤالا أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي احنا منسوبين ليها بكل فخر والحمد لله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.